وفي لقاء آخر بحث وزير الداخلية اللواء عبد الترب اليوم بصنعاء مع الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول رونالد كينوبل، بحث أوجه التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي والإنتربول العميد علي منصور الشميري، أكد وزير الداخلية أهمية هذه المؤسسة الدولية في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة على مستوى العالم في ضوء ما تشهده الجريمة من تطور وتنام كبير. فيما أعرب الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في اليمن، والتي كان لها الأثر الواضح في تحقيق العدالة الدولية والحد من الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب والمخدرات.